وقت القتال يا بابلر. أجل! أهلاً، حفلة لطيفة. ربما، لا أدري، فهي حفلتي الأولى. نود رقصة هادئة. لا أظن هذا هو الوقت المناسب. إنها لإدريان، إنها رقصته الأولى. أوه، حسناً، أنا أفهمك. ألا تعتقدين أن الجميع يتصرفون بغرابة؟ انسى أمرهم، لنرقص. هيا. لن أسمح بهذا. تعويضة الحار. أسطوانة؟ من يعبث بموسيقاي؟ أنا فعل. هاي، يجب أن أهرب قبل الرجوع لطبيعتي. انتهينا. مارينيت، كان فقط أمرا طارئا. أجل، لكن ما حدث كان بدافع الغيرة. أنت تعرفين بعد استخدام تعويذة الحظ، فبعد دقائق ينتهي المفعول. لكنني ظننت أن بابلر لن يتحرك من مكانه أبدا، ووجدتها فرصة لإطعامك وزيادة طاقتك، وبعدها سنعود فورا. أنا أعدك. يجب أن أجد مكاناً للتحول بسرعة. أين كنت يا فتاة؟ ظننت أن مكروهاً أصابك. افتقدتك. أنا واثقة أن الدعسوقة والقط الأسود سينقذاننا، لن يخذلانا. والآن تعالي، سأريك شيئاً. لدي مهمة سأنجزها. إنه بخصوص إدريان. حسناً. مارينيت، البابلر. حسناً حسناً، لحظة. انظري، فلتوقعي على هديتك. أجل. يا أنت، لماذا لا تستمتع؟ ليس هذا من شأنك. إذن سأجعله الآن من شأني. مع حبي، مارينيت. حسناً. حسناً، جيد، فلنبدأ يا مارينيت. لا أستطيع الآن، آليا هنا. ماذا؟ اذهبي، سأقابلك في الباحة. لا، أنت محقة بيدك، كان يجب أن أنتظر. يا أهل باريس، كيف الحال؟ ها؟ الدعسوقة؟